السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها التلاميذ الأعزاء مستوى الثالث إعدادي. أقدم لكم في هذا الفيديو حصيلة عامة حول الترس الإبراز البولي شيمان دو سانتيز كونسيرون ليكسكريكسيون رينال. يعني هناك ثلاث مراحل لتكوين ما يسمى بالبول النهائي، سي لا فورماسيون دو لين ديفينيتيف. كاين ثلاث مراحل تكوين. المرحلة الأولى تتم فيها تكوين فقط البول الأولي، نسميه بالترشيح أو التصفية على مستوى الكبيبة فلتراسيون غلوميرولير أو سيل مينيرو غليكوز يوري أسيد يوريك أو أسيد أميني هما الموجودين بالخصوص في لا فورماسيون دو ليون بريميتيف. اذا هناك الماء، املاح معدنيه، الجلوكوز او السكريات، البوله، الحمض البولي والاحماض الامينيه. كاين بعض العناصر اللي يستفيد منهم الجسم بشكل كبير، تتم عمليه الامتصاص هي ابسوربسيون تيبولار على مستوى الأنبوب البولي. إذن تتم عملية امتصاص السكريات الجلوكوز، جزء من الأملاح المعدنية بالخصوص الصوديوم، جزء من الماء والأحماض الأمينية. إذن تتم الامتصاص ديال هاد المواد القيت، جزء من الأملاح المعدنية، جزء من الماء، الأحماض الأمينية، ثم السكريات. على مستوى الأنبوب البولي تتم عملية إفراز اسمها لا سيكريسيون تيبولار، خصوصا على مستوى الأنبوب البولي قبل الوصول الى الانبوب المجمع. لا سيكريسيون تيبولار تكون على مستوى الامونياك ولا سي يوبيريك. اذا هذه العموم هذه لا فورماسيون دو لورين ديفينيتيف. لا فورماسيون دو لورين ديفينيتيف كاين هناك لو سيل مينيرو لوري اسيد يوريك امونياك و اسيد ايبيريك.